صلاة فيها تعادل 1000 صلاة. يا خير من لا يستجيب ويسمع. أول عاصمة في تاريخ الإسلام، فيها قبر النبي. شوقاً إليه لست أرجو سواه، شربة من يداي، الصلاة عليه والسلام عليه. وجهة الملايين سنوياً، مدينة الرحمة والسكينة، آخى فيها النبي بين المهاجرين والأنصار. كانت شاهدة على معارك تاريخية، مدينة الحبيب ورفيقة دعوته للدين الحنيف، المدينة المنورة. مرحبا بكم في المسجد النبوي. يعني هذا شيء بديهي، لكن نقولها لكم انه حرصوا كي تجوا هنايا على تأدية صلاة الفريضة في المسجد هنا، لانه الصلاة بألف صلاة عن باقي المساجد. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. في الحرم المكي بمئة ألف صلاة، فحرصوا على الصلوات الفريضة تصلوهم كامل هنايا. من المساجد اللي لازم تزورهم اول شيء مسجد نبوي هذا واللي راح ندخلوا له الان، والحاجه الزاوجه اللي هو مسجد قباء اللي يقول انه له اجر عمره. راح جمع راح يقارع باش يدخل، ينتظر باش يدخل الروضه الشريفه الموجودة هناك، قبر النبي صلى الله عليه وسلم. شوقا إليه لست أرجو سوى مطلوبها من ريحة المصطفى، فيها نسيم القرابة وذكريات الصحابة، وأنفس طاهرة كظلماء الساحة. لاحظوا فقط باب رقم واحد هو المؤدي إلى قبر النبي وإلى منبر وبيت النبي، حجرة عائشة، واللي هو باب السلام. فالباب رقم 2 فقط هو اللي كان بيت أبي بكر، تخيلوا، لأنه كان يسكن تقريبا حدا النبي صلى الله عليه وسلم. فهذا هو بيت أبي بكر، يعني المدخل تاعه هو بيت أبي بكر زمانا، يعني في عهد النبي. ولهذا في المدخل راح تقرأ باب أبي بكر الصديق رضي الله عنه، معناه الباب رقم 2 والمدخل تاعه هو اللي كان بيت أبي بكر في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء المدخل تاعه. واش باين نوصلكم انه كل شبر من هذا المسجد النبوي والحرم النبوي له قصه، يعني وكان بيت من بيوت الصحابه في هذاك الزمان. مع تقريبا بيت ابي بكر كان هنا، وروضه النبي كانت هنا، معناه مع روضه النبي معناه بيت النبي صلى الله عليه وسلم وحجره عائشه. فشوفوا المسافه بزاف متقاربه، والناس تبغي تصلي في هذا المكان بجنب الروضه. فان النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. والصحيح من أقوال أهل العلم أن هذه البقعة من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، التي حدها عرضا من بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى موضع منبره، وحدها طولا المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم القديم، أن هذه الروضة روضة من رياض الجنة حقيقة. تقريبا هذه الحدود اللي راكم تشوفوا فيها وحجرة النبي ومنبر النبي هؤلاء هنا، هي كانت الحدود تاع المسجد الحرم ولا المسجد النبوي الحقيقي الأصلي الأول يعني. ومن بعد جات التوسعات حتى دار أبي بكر، وزاد التوسعات في عدة عصور. لكن هذا المكان اللي رانا نصلوا فيه الآن، اللي صلينا فيه، هو المسجد النبوي الحقيقي. شوفوا شحال كان، يعني صغير ماشي كبير بزاف. هذا فقط، شوفوا الناس كامل تجي هنايا يحاولوا يصلوا بجنبه، وكاين ثاني ناس منا تفوت من اجل زياره القبر وحجره النبي صلى الله عليه وسلم والمنبر، يفوتوا فقط منا، ولازم لك موعد باش تصلي الداخل. يعني السلام عليكم يا رسول الله، السلام عليك يا خيره خلقه، السلام عليك يا امام المتقين ويا سيد المرسلين، اللهم نشهد انك قد بلغت الرساله واديت الامانه ونصحت الامه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم واله وصحبه. يعني بجنب حجرة النبي صلى الله عليه وسلم مدفون عمر بن الخطاب وأبي بكر. من مكانك تقدر تسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليما. قال: فلتذهبوا أنتم الطلقاء. جميل في الأمر أن الطلاب يتلقون دروس العلم
يعني من المشايخ والأساتذة داخل أروقة المسجد النبوي الشريف. ونحن نشوف هذا الأمر أنه محفز جدا لهم، لأنه هذا المكان له فضل عظيم أنك تدرس فيه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه أنه من جاء إلى مسجد هذا لخير يعلمه أو يتعلمه فهو في منزلة المجاهد في سبيل الله. والمدرسين راح تلقوهم يجلسوا في أماكن مثل هذه، والطلبة يكونوا يعني متدورين بهم على شكل حلقة، وهذا هو المعهد، يعني معهد داخل الحرم. رفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يعني الطلاب يدرسون داخل مسجد النبوي، يعني داخل الحرم. وراكم تشوفوا هذو الكراسي تاع المدرسين، ها ولا كرسي مثلا هنايا يتلايموا عليه ولا حوله الطلبة، وتكون هذه هي القسم تاعهم، هذا هو القسم تاعهم. وكم لو لاحظتوا راكم تشوفوهم راهم خاويين فارغين، علاش؟ لانه يوم سبت، يوم عطلة اليوم، فجميع الكراسي فارغين، يعني نفس المدرسة. ويقروا لمدة خمس سنين، اربع سنين، ست سنين، وكاين مختلف المستويات. يدرسون الحديث والفقه وغيرها من العلوم الشرعية إضافة إلى مواد الحساب، لأن مادة الحساب عندها علاقة أيضا بالشريعة، مثلا في حساب الميراث. وطريقة تقسيم المستويات يعني على حسب المربعات، مثلا هذا المربع مخصص لأصحاب المتوسطات، المربع الثاني مخصص لأصحاب الثانويات، حتى يوجد حتى الجامعات هنايا، ودراسة عادية يعني كما تدرس في يعني في المدرسة راح تدرس هنا، إلا أنه هنايا راح يقدموا المواد تاع الشريعة هي اللي تكون لها الأفضلية. يقوم بتدريس الطلبة نخبة من المشايخ والعلماء المتحصلين على شهادة الماجستير والدكتورة، ويؤدون الاختبارات يعني تزامنا مع الجامعات اللي خارجة في المملكة السعودية، يعني يدون الاختبارات في نفس الوقت. إذن هو معهد شرعي متميز على مستوى العالم الإسلامي، يخرج علماء ودعاة الذين يحملون العقيدة السليمة وينشرون العلم الإسلامي في كل أرجاء المعمورة، ويحملون الراية الإسلامية في كل مكان. المدينة المنورة، طيبة طيبة، مأوى أفئدة المسلمين، اختارها الله لتكون مهاجر النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم. فيها المسجد النبوي الشريف، منه شع نور الهدى إلى أرجاء المعمورة، فكان الجامعة الأولى في الإسلام. كان يتحلق الصحابة في حول رسول الله صلى الله عليه وسلم، يتلقون القرآن الكريم والعلم فيتعلمون ويعلمون. وبعد موت صلى الله عليه وسلم سلك بعض أصحابه رضي الله عنهم مسلكه في التعليم، فتلقى عنهم التابعون، وهكذا امتدت حلقات العلم إلى يومنا. أكثر الأشياء اللي عجبتني هنا في المسجد النبوي وأكثر حاجة شدتني هي حلقات العلم، يعني حلقات الذكر اللي يديروهم الصباح، يعني ما شاء الله حسيت أنه في زمن غير زماننا، يعني هذا هو، هذا أمر عادي لكن في زماننا أصبح يعني غريب. فسبحان الله، يعني تمنيت أنه المساجد تكون هكا تعنا، يعني مليئة بالحيوية والنشاط، يعني تحس بأن الجامع شبابها نشط. يوم جديد، مكان آخر تاني بجنب الحرم المدني اللي تقدروا تروحوا له، اللي هو مقبرة البقيع. خلينا نروحوا نشوفوها، اللي هي أشهر مقبرة في العالم الإسلامي. لما كي تشوفوا المقبرة يعني شوفوا ما تقدرش تميز وتعرف شكون اللي مدفون هنا وشكون اللي ما مشي مدفون هنا. انه المقابر يعني في عهد الرسول كانت لا تميز، يعني ما تقدرش تميز، ما كانش أسماوات، ما كان ولا شيء، يعني هذا هو الشيء اللي لاحظت هنا. تقدر تقول أن هذه المقبرة، يعني مقبرة البقيع، أشهر مقبرة في العالم الإسلامي، يعني وهي المقبرة الرئيسية لأهل المدينة هنا، يعني يدفنوا فيها ثاني اللي يموتوا هنا في المدينة. فكثير من كثير من المسلمين يتمنوا أنه يدفنوا في البقيع. يعني لما تجوا زيارة للمقبرة نتمنى أنكم تقرأوا هذه الإرشادات والتنبيهات، وتقرأ المنهيات المتعلقة بالقبور باش ما توقعش في البدع. يقول لك انه شوف شا تقول لما تجي، يعني تسلم على اهل القبور.
الموضوع. السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وأتاكم ما توعدون، غدا المؤجلون، وإن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل البقيع. ما تقريبا ثلاث أيام وهي تمطر في المدينة المنورة، أمطار خير وبركة، وهذا هو ما لكم تشوفوا فيهم المظلات. هنا يأتي الدور تاعهم في الحر أكيد، في المطر ثاني، حيث تخيلوا مظلة واحدة شعال تضل أكثر من 800 مصلي يجي تحتها، يقدر يجي تحت مظلة واحدة، ويوجد العديد منها حوالي 190-180 مظلة متضايرة بكامل المسجد النبوي وفي ساحة الحرم. وهذه يقول لك فكرة واحد ألماني مسلم هو اللي جاب هذه الفكرة، وفعلا يعني فكرة بزاف فادت المسجد النبوي، أعطاته أيضا أعطاته واحد الجمال ما شاء الله. متحف السيرة النبوية والحضارة الإسلامية، ننصحكم متحفين، خاصة متحف السيرة النبوية اللي يحكي السيرة النبوية بطريقة حضارية وحديثة وغير مملة، فنعجبني بزاف، لكن للأسف كان ممنوع تصوير الداخل، لكن ننصحكم به بشدة. ويوجد بجنبه يعني مقابله متحف عمارة المدينة المنورة، واللي يحكي تطور المدينة المنورة يعني من وقت الرسول إلى يومنا هذا، ممتاز أيضا كثقافة عامة. هاي الساحة اللي كان يدي بلاصي النبي واللي كان يذهب النبي باش يصلي فيها، وهاي الحرم يعني لاصق معاه يعني مباشرة، فهذا هو التوسع تاع الحرم يعني غير بعيد. يعني واش بغيت نوصلكم انه وانت تتمشى في الحرم يعني قادر يكون هذا المكان بيت من بيوت الصحابة سبحان الله، قادر يكون النبي صلى الله عليه وسلم مر من هنا، قادر يكون توضأ في تلك الجهة، قادر يكون نام في تلك الجهة، قادر يكون جهز جيشه في تلك الجهة. فهذه كل بقعة هنا داخل المسجد النبوي عندها تاريخ وعندها قصة. وبعض الأحيان تشوفوا في الأرضية يعني تشوفوا هكا البلاط، بعض الأحيان تشوفوا أرضية يعني مغيرين لها اللون تاعها ولا دايرينها مختلفة عن الأرضيات العادية، فهذا معناه أنه كان بيت من بيت الصحابة ولا كان حاجة في وقت الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا أردتم أن تدخلوا المسجد النبوي في عدة أبواب، لكن أنا نفضل أنه ندخل له من باب السلام واللي هو واقع في شارع السلام، هذا الشارع اللي فيه يعني شارع نشط. فعلاش تدخلوا من باب السلام وشارع السلام؟ لأنه يؤدي مباشرة إلى روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي أجمل شيء تقدر تشوفه في المسجد النبوي، يعني لو تمشيت مباشرة راح توصل إلى الروضة. ومسجد المدينة المنورة، وبينهم يوجد مسجد الجمعة الذي صلى فيه النبي صلى الله عليه وسلم أول صلاة جمعة، والمسافة بينهم أي بين مسجد قباء ومسجد المدينة المنورة 3 كيلومتر. واكتسب هذا الطريق شهرته اللي هو تقدر تقول درب السنة وتقدر تقول شارع قباء أو جادة قباء منذ عهد النبوة، إذ كان الرسول صلى الله عليه وسلم يزور قباء كل سبت قادما من المسجد النبوي، والمشي بالأقدام راح يستغرق حوالي 35 دقيقة. اسم الممشى هو ممشى درب السنة، فالله يرزق كل واحد منكم زيارة الممشى. أحسست أني مثل طفل في ذهول، هذا قباء الخير أول مسجد وأساسه التقوى بنهج لا يحول. شوفوا جماعة ما شاء الله شعال الناس جايين يصلوا لإحياء السنة، وأيضا يعتبر مسجد يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم هو أول من وضع حجر البناء اتجاه القبلة، ومن بعد تبعه الصحابة في البناء، والفرحة تغمرهم، وكان أول مسجد أسس على التقوى. بعد بسم الله الرحمن الرحيم، لمسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه، فيه رجال يحبون أن يتطهروا والله يحب المطهرين. وفضل الصلاة في هذا المسجد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء، يعني في معنى الحديث، فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمره. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم